واخيرا اخيرا عرفنا نقعد معاك ومعاك المهرجان. الموضوع صعب قوي معاك كده، ومش بس مش بس انا، انت كل الناس. هو مهرجان لا والله انا سهل قوي متعب. انا ممكن اقعد مهرجان متعب بصراحه واوفر ويلمنج والله يكون في عونك. انا فاكر اول سنه جيت هنا من بتاع 10 سنين بتحس ان بتحس انك بتتضرب بعلقه يعني، اللي هو والناس كلها بتجري حواليك بسرعه وانت مش مستوعب اللي بيحصل ومش عارف اماكن. يا واذكر بالخير الاستاذ سمير فريد الله يرحمه، ان هو اول ما جه خدني لففني هنا في القصر ووراني القاعات ووراني الاماكن ووراني المركز الصحفي وكل حاجه، وانا بحاول اعمل كده قدر الامكان مع الناس، بس للاسف ما عملتهاش معاك لان انت جيت متاخر يعني بعد ما دخلنا في انت في وسط ما انت بتقول الكلام ده كنت عايز اقول لك انا ما لقيتش اي حد بيعمل معايا حاجه زي كده. عارف ان انا باجي يوم بدري قبل المهرجان، وصلت يوم 13، ف 13 ما بيقفوش حاجه، 14 بيبقى في فيلم افتتاح بس. فعاده لما بتوصل بتاخد الناس بقى وناخد نتعشى مع بعض او نتغدى مع بعض لكن انت جيت بعد ما المعمعة بدات خلاص عندك خمس افلام. شفت الاستريم امبارح؟ اه شفت مغامره الفيزا عقبال ما وصلت بالهم ده كله. سمعتها ومؤلم الموضوع، ومؤلم لان انا كنت في الاول لما كنت بتسالني كنت فاكر ان الموضوع له علاقه بالاولمبيات والضغط، بس واضح لا ان انت عندك كيس شخصيه. يس يس لا 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 دي موضوع زي ما يكون عندهم ازمه شخصيه معايا. زي ما بقول لك في واحد صاحبي شفته وانا رايح اشتكي وهو كان خلص الاول وهو مش مسافر ولا حاجه، ده مطلعها بس احتياطي. انت متخيل القهر الانسانيه؟ بس المهم في النهايه ان انت هنا الحمد لله. الحمد لله وانطباعك النيجاتيف قل شويه بعد كام يوم. جدا. المهم ان انا اخيرا قعدت معاك مستر احمد شوقي الجامد، صديقي ورئيس اتحاد النقاد المصريين ورئيس اتحاد النقاد الدوليين الفبريسي واحد الخبراء في اروقه مهرجان كان. زي ما انت شخصيا عبرت عن هذا الموضوع، بقى لك 10 سنين بتيجي مهرجان كان. تقريبا. واو. ما عدا السنه واحده اللي ما جيناش فيها اللي هي 2020 اللي هو المهرجان ما اتعملش فيها، يعني هم اعلنوا اللاين اب بس ما عملوش مهرجان فعلي. 21 انا جيت كنت من ضمن مجموعه قليله جدا في العالم لانه كان معمول ضمن المحاذير الصحيه، وكنت انا مش متطعم في مصر ومش متطعم في فرنسا، فكان لازم تعمل بي سي ار كل 48 ساعه، وكانوا عاملين خيمه جنب القصر بتروح تسكيدول الميعاد وتعمل بي سي ار عشان يطلع لك في نص اليوم، لان انت لو حالتك مش خضره مش هيدخلوك القصر. واو. وكان الغريب في الامر ان فرنسا نفسها شالت المحاذير الصحيه، فانت كنت جوه القصر جوه القاعات ملزم تلبس الماسك، تطلع من باب القصر تقعد على القهوه بره من غير ماسك ولا اي حاجه. كل بس هو يعني هو سيستم لازم يمشي على الكل. طيب الدوره دي بالمقارنه مع الدورات السابقه كلها اللي انت حضرتها ابتديتها ازاي؟ يعني على جميع الاصعده بقى، يعني على الصعيد الفني وعلى الصعيد التنظيمي وعلى صعيد البروجرام وعلى صعيد كل حاجه. على الصعيد التنظيمي مفيش فرق، هو الميزه في المهرجانات الكبيره بحجم كان ولا برلين ولا تورونتو انه انت خلاص طالما اتعودت على النظام هو بيتحول لشيء ثابت، وهم لا يسعوا ابدا انه يكون في اختراع جديد كل سنه. يعني هم السنه دي زودوا موضوع الاميرسيف ده، وما اظنش ان هو يعني حد مهتم بيه قوي. لسه النهارده مطلعين جوائز، لسه مطلعين من شويه البيان الصحفي ان في جوائز لافلام الاميرسيف الفي ار. بس يعني الناس كلها حافظه مواعيدها، حافظه جداولها، حافظه بتتحرك ازاي، حتى كل واحد عنده تفضيلات. انت عارف انا قلت لك انا بحب اشوف الافلام في القاعه مثلا اسمها بازان، هي مش القاعه الكبيره، عشان دخول وخروج منها اسهل. فالتنظيم هو مفيش شيء. طبعا في كويستشن ماركس على انه وقت ما كان في ازمه في اوكرانيا كان المهرجان متسامح جدا مع التضامن مع اوكرانيا، واستضافه زيلينسكي في الافتتاح القى خطبه عصماء ربع ساعه، ده مش بيحصل دلوقتي وبيضايقوا كتير على اي حد عايز يقول حاجه ليها علاقه بالتنظيم. في تدقيق فعلا، اظن انه يعني مش مسموح لك تعمل كده الا كمبادره فرديه، لكن مش كاستيت لا. يعني مثلا وقت اوكرانيا طلعوا على الريد كاربت ومعاهم يافطه كبيره، ده مش ممكن يحصل دلوقتي، لكن ممكن حد يبقى لابس كوفيه لابس فستان، وحصلت كتير خلال الايام اللي فاتت. وفي تعمد التجاهل التحديث عن الامر وكانه لم يكن، يعني مفيش كلمه حتى بتذكر الموضوع. فده على مستوى التنظيمي. على مستوى الافلام هي دوره في رايي عاديه، يعني عاديه لانه مش سيئه بس كمان مفيش اي، اولا واحنا رايحين مفيش حاجه مرتخبه. انت عاده بيبقى عندك في البروجرام، انت قلت كده حتى امبارح في الستريم، 7-8 مخرجين كبار انت مستني تشوف الفيلم الجديد بتاع فلان الفلاني. السنه دي الاسامي الكبيره اللي موجوده في المسابقه اغلبها مخرجين متقاعدين، يعني الناس كلها. انا كنت متحمس لفيلم كوبولا، بس امتى اخر فيلم كوبولا عمله حلو؟ يعني اخر فيلم مقبول كان دراكولا اللي هو عمله وانا عندي 7-8 سنين في التسعينات. نفس الكلام على بول شريدر، امتى اخر فيلم كويس عمله بول شريدر؟ وهكذا. والى الان انا ملزم اتفرج على كل الافلام المسابقه عشان بقيمها لمجله سكرين انترناشونال، فهم 22 فيلم شفت منهم لحد اللحظه دي 19. في افلام كويسه، في افلام عجبتني جدا، بس مفيش حاجه فاسينيتنج يعني مفيش حاجه متوقع انها تفضل معانا في الذاكره لغايه نهايه العام السينمائي. لغايه نهايه العام اكيد فيه، بس كمان 5 سنين ما اظنش. بس ما ينفعش يتقال عليه مهرجان سيء، ما ينفعش يتقال عليه نسخه سيئه.
هو في النهايه هو مهرجان كان تعبير عن اللي بيحصل في السينما في العالم، بمعنى انه انت في مهرجان القاهره ولا الجونه ولا كذا ولا حتى في برلين عندك الاحتماليه بتاعت ان في افلام جيده بس انت كمهرجان ما قدرتش تاخدها، لكن مهرجان كان عنده اكسس لكل الافلام وبيختار اللي يحبه. فمعنى ان مفيش افلام عظيمه هو ان العالم السنه دي بالصدفه مفيش لسه ما انتجش حاجه مذهله، لكن لو في كان زمانه اتعرض. يعني اكيد المهرجان بيختار من بين 7-8000 فيلم، بيختار منهم 100 فيلم بيتعرضوا. تمام. طيب انت ما بين صفاتك الكثيره حاليا ايه الادوار اللي بتلعبها هنا داخل المهرجان؟ يعني دورك كرئيس لجمعيه النقاد المصريين او رئيس لجمعيه او الاتحاد النقاد الدوليين او ككاتب في عدد من الدوريات وعدد من المجلات او كنقد مستقل او محب للسينما، ايه الادوار اللي بتمارسها هنا في النسخه دي؟ طيب مبدئيا الاساس ان انا ناقد سينمائي بتفرج على الافلام وبكتب عنها، وبكتب لثلاث وسائل اعلام حاليا: موقع في الفن في مصر، موقع فاصلة في السعودية، وموقع مصري كمان اللي هو شهرزاد، مقال اسبوعي. فخلال وجودي هنا كتبت الى الان 5 أو 6 مقالات، ولسه المفروض هنكمل حتى بعد المهرجان. يعني اعتقد انه في النهاية هكون كاتب حوالي 12 مقال ولا حاجة عن افلام مختلفة من المهرجان. نمرة 2 ان انا رئيس الاتحاد الدولي للنقاد، والاتحاد الدولي للنقاد عنده لجنة تحكيم هنا مكونة من 9 أفراد، انا كنت رئيسها من 2 سنين. 3 بيحكموا المسابقه الرسميه، 3 بيحكموا نظره ما سرتان ريجار، و3 بيحكموا الاعمال الاولى في نص شهر مخرجين واسبوع النقاد. فلجنه كبيره وفيها لوجيستكس. انت ليك دور في اللجنه دي؟ تسييرها لا، تسييرها في كوردينيتور مكلف بتسييرها، بس لينا دور ان في سيرموني، في حفله وفي توزيع للجوائز، دي هتحصل يوم 25 ان شاء الله. بالاضافه لاني بشتغل مع مهرجان الجونه، انا مدير منطلق الجونه السينمائي اللي هو منصه دعم لمشروعات الافلام في الجونه. وده متطلب انه بتعمل اجتماعات وبتقابل ناس عشان التعاون معاهم اصحاب المشروعات اللي جايه، وعملنا حفله اللي انت شرفتنا فيها بتاعت مهرجان الجونه، وكان في حفله تانية كمان اديه اللي هي بتاعت كل المهرجانات اللي في العالم اللي عندها اسواق للانتاج المشترك. فكمان في جانب ليه علاقه بالاجتماعات والسيريمونيز وكده. والحاجه الرابعه اللي هي كلنا بنعملها ان ده مكان عظيم جدا للنتوركينج، انت نقطه في العالم اسبوعين بيتجمع فيهم كل اللي بيشتغلوا في النقد وفي السينما وكل حاجه من حوالين الدنيا كلها. فبرضه انت بتحاول ما بين الافلام تسكويز اجتماعات، تحاول تقابل 2-3 من اصحابك اللي انت بتشوفهم من السنه للسنه. فهم تجربه بتبقى متعبه جدا بس ممتعه جدا. يعني وانس ان انت خلاص بقيت ان شاء الله لما تيجي السنه الجايه يبقى عندك خبره كافيه انك تجهز حتى جدولك بشكل محكم، هتلاقي الموضوع بتخش المعمعه 12 يوم وتطلع منهم مخلص شغل ممكن يحتاج له 3 شهور انه يخلص. صحيح. طيب لا اشرح لي شويه موضوع دورك في مهرجان الجونه، وبتعمل ايه المهرجان الجونه هنا؟ دي نقطه انت عديت عليها دلوقتي انا مش قادر اقول ان انا فهمتها بالقدر الكافي. المهرجانات عموما عندها اكتر من قسم. في قسم اللي الناس فاهماه كله اللي هو البرمجه، اللي هو الناس بتيجي تشوف الافلام وتختار الافلام عشان تتعرض في المهرجان، الافلام اللي هي جاهزه بالفعل. لكن في قسم اللي هو الافلام اللي هي زي الافلام اللي زي ما بنشوف زي اللي احنا بنتفرج عليه، هم يعني فريق البرمجه هنا موجود كله بتختار منهم انا ماليش دعوه بيهم، فريق مستقل على راسه ماريان فريد مديره فنيه واندرو محسن وتريزا ونيكول، يعني فريق البرمجه كامل موجود هنا وده شغلهم الاساسي يعني. في المقابل في حاجه برنامج موجه لصناعه صناع الافلام اللي لسه بيعملوا افلام. المشروعات اللي لسه بتتكتب اللي في مرحله التطوير اللي هي سيناريوهات لسه بيبداوا يجهزوها او بيحضروها، والافلام شبه المكتمله اللي في البوست برودكشن اللي هو خلص تصوير خلص البرنسبال شوتينج بس لسه بيعمل البوست برودكشن المونتاج الصوت الالوان النسخ كل ده. بنتلقى مشروعات، يعني السنه اللي فاتت تلقينا اكتر من 250 مشروع بنختار منهم حوالي 20، وبيجوا الجونه يعملوا بيتشنج، يقف الفيلم ميكر يشرح فيلمه للموجودين. الموجودين دول عباره عن لجنه تحكيم وخبراء ومنتجين وموزعين وممثلين مهرجانات، اولا عشان يستفيد منه يتواصل مع الناس دي ويجتمع بيهم ويتخلق فرص لشراكات او حاجه تفيد الفيلم في مستقبله، وكمان التنافس على جوائز. يعني السنه اللي فاتت وزعنا حوالي $300,000 جوائز على افلام مختلفه، وكان من ضمن الافلام اللي كانت في برنامج السيني جونا بلاتفورم السنه اللي فاتت فيلم اللي اتعرض هنا فيلم مصري رفعت عيني للسماء، فيلم كان موجود عندنا في البوست برودكشن وطلع اتعرض عرضه الاول في كان، وكان في فيلم كمان في مهرجان برلين فيلم لبناني اسمه مثل قصص الحب. اذا في المشاريع ديت بالضروره مشاريع عربيه، هي هو الجون هو التخصص هو عربي، يعني احنا بنختار مشروعات عربيه بالاساس وبيكون فيها طبعا نسبه منها كبيره مصريه. احنا السنه اللي فاتت كان عندنا 20 مشروع منهم 6 مصريين. اوكي. من ضمنهم الفيلم اللي اتعرض السنه دي في كان اللي هو رفعت عيني للسماء. وبالنسبه للتمثيل المصري في المهرجان السنه دي ايه رايك؟ اولا بالمقارنه بالمهرجانات الاخرى، ثانيا المشاريع نفسها او الافلام نفسها، او انت في الاغلب شفتهم كلهم؟ مبدئيا في رقم
انا محتاج ارجع للريكوردز يعني واتاكد من صحته، بس انا وفقا لذاكرتي المحدوده يعني وان انا عندي شويه متابعه للي حصل حتى قبل ما احضر المهرجان، اعتقد ان دي المره الاولى في التاريخ ان يكون في فيلمين طويلين مصريين في نفس الدوره. اوكي، يعني دايما تلاقي فيلم طويل وفيلم قصير، فيلم قصير فيلم طويل. حد في لجنه التحكيم يعني من سنتين كنت انا رئيس لجنه تحكيم النقاد، وكان استاذ يوسف نصر الله رئيس لجنه تحكيم الافلام القصيره وافلام الطلبه، فكنا في اثنين رئيسين لجنه تحكيم، وكانت في نفس السنه كوثر بن هنيه المخرجه التونسيه رئيس لجنه تحكيم ثالثه. بس حسب ذاكرتي اول مره يكون في فيلمين مصريين مختارين في المهرجان. صحيح الاثنين في برامج موازيه، هو برضو عشان الناس تبقى فاهمه، المهرجان فيه المهرجان الرئيسي اللي هو الاقسام الرئيسيه مسابقه رسميه ونظره ما والعروض السبيشال سكرينز كده اللي هي بتتم هنا في القصر اللي احنا فيه. وفي نص شهر المخرجين كان زان ريزاتور اللي هو بينظمه نقابه السينمائيين في فرنسا، يعني اختيارات الافلام فيه بتكون اختيارات المخرجين السينمائيين. وده مشارك فيه السنه دي المخرجه هلا القوسي بفيلم شرق 12. وفي اسبوع النقاد اللي هو بينظمه جمعيه النقاد فرنسا اللي هي عضو عندنا في الاتحاد الدولي، دول بيختاروا 7 افلام يتعرضوا على مدار 7 ايام ويتنافسوا، واللي هو كان فيه فيلم رفعت عيني للسماء لايمن الامير ونادر يار. اوكي، واللي هو اكبر انجاز حصل فيه من 3 سنين لما عمر الزهيري فاز بالجائزه الكبرى في اسبوع النقاد عن فيلم ريش. اوكي، فالتمثيل المصري المره دي يعتبر تمثيل جيد، اعتقد انه جيد جدا. فيلمين ده رقم جيد. يعني صحيح ان الفيلم اللي في الاسبوع النقاد ما خدش جوائز، والفيلم الاسبوع النص شهر المخرجين هو اصلا مش قسم تنافسي وما فيهوش لجنه تحكيم، ما فيهوش جوائز غير جائزه اختيار الجمهور، بس حضور الفيلمين، وجود مهرجان الجونه ومهرجان القاهره، الايفنتس بتعمل والحفلات والنتوركينج والمقابله مع الناس، اعتقد انه هو المهرجان اللي انت بتلاقي فيه اكبر عدد ممكن مصريين. يعني انا بسافر مهرجانات تانية كتير مهمه، بس ما فيش حد مهتم بيها قدر اهتمام الجميع بانه يكون موجود في كان. يعني ان الصناع المصريين نفسهم بيسموا ان التواجد في كان هو الهدف الاساسي وهو الانجاز. وانا بتكلم على الناس اللي بتيجي تشتغل فعلا، يعني الناس المنتجين والموزعين والمهرجانات اللي هو جايين عشان عندهم شغل، غير ان في قطاع عريض تاني اللي هم اصدقائنا الممثلين والممثلات اللي بيجوا عشان يكونوا موجودين في المهرجان، بيتصرفوا ويجيبوا دعوه لفيلم او فيلمين عشان يحضروه ويتصوروا. وبالمناسبه دي مش حاجه عيب، لان حاجة اذا كان ده اكبر منصه في العالم. لسه من شويه حد صحفي من مصر كلمني وسالني على هذا الموضوع، قلت له دي مش ظاهره، دي عاده طبيعي. اكبر منصه في العالم يعني، يعني انت احنا لما كنا بننظم مهرجان القاهره ولا الجونه، في ممثلين عرب بيجي يقول لك اوكي انا هاجي على حسابي، بس ممكن تدعوني للافتتاح لانه عارف انه فين المكان ده هيكون فيه عشرات او مئات الصحفيين والمصورين، فده جزء من اللعبه. يعني زي ما احنا بنسجل فيديو وهنحطه عشان الناس تتفرج عليه، هو كمان ممثلين بيعملوا. انا سميته هي بطاريه الاهتمام. بقت لو اتسابت لوحدها حتى لو ما بتستهلكش هتفضل. فلازم كل شويه تتشحن علشان تفضل في الصوره. العيب بس لما تكون الدنيا كده بس. بالظبط. يعني ما هي دي مشكله الازليه في صناعه المهرجانات السينمائيه دي، انه انت قلت امبارح حاجه لطيفه جدا، ان الجلامر اللي موجود على الريد كاربت والفساتين والحاجات الفظيعه دي هي شريحه بسيطه جدا لا تمثل اكتر من نص ساعه في اليوم، وما فيش حد ليه اكسس عليها غير عدد محدود جدا من الموجودين، في حين ان المهرجان نفسه الاساسي ضخم ومليان شغل ومليان تعب وارهاق. يعني ده شكل الناس اللي في المهرجان ده مش التوكسيدو والبدل. ممكن في يوم من الايام يعني يجي لي دعوه فالبس بدله واروح اتصور وكذا، بس ده بيبقى لمده ساعتين، لكن بقيه ال 12 يوم هم بنشوف. يعني فيديوهات الموضوع دوت، انا طبعا ما رحتش مهرجانات كتير قوي، بس دوت انا اتفاجئت بالمنظر من اول يوم. الناس اللي لابسه تاكس ولابسه سواري بدرجه فظيعه جدا وبتاع عشان جايين يصوروا ويمشوا، ولا هيحضروا حاجه ولا هيتفرجوا على حاجه. لا انت كمان عندك ده مزاجهم الشخصي. كان في حاجه برضو انت ذكرتها امبارح او حد ذكرها لك من المعلقين، انه مهرجان كان هو يمتاز عن كل المهرجانات في العالم انه المهرجان الوحيد المغلق على الصناعه. يس. بمعنى ان انت ما ينفعش تشتري تذكره كجمهور، في ناس بتلبس توكسيدو وبتيجي جاهزه وبيقفوا تحت، انت ممكن تصورهم ماسكين انه لو سمحت اديني دعوه اديني انفيتيشن، وهو بيقف كده طول اليوم او بتقف كده طول اليوم ولابسه جاهزه للبس الريد كاربت على امل ان حد معاه تذكره مش هيستخدمها يديها له. وممكن يعني في الاغلب بما ان هم ناس كتير جدا والناس ما حدش بيتفرط في التذاكر بسهوله، بيفضلوا واقفين كده طول اليوم ويستمتعوا وينبسطوا ويتصوروا قدام القصر من بره ويروحوا عادي. وانا ما شفتش دوت ان هو ظاهره سلبيه على الاطلاق. بالعكس، دي اجمل حاجه في الدنيا، حاجه جميله. ده معناه ان في اهتمام، ان في اهتمام، ان الناس مهتمين بالحدث. يا ريت احنا يبقى عندنا ناس مهتمه بالطريقه دي. هو المشكله ان احنا عندنا اللي بيهتموا بده وبس. يعني لا، انا يا ريت ان انا يبقى عندي جمهور عنده رغبه انه يبقى واقف نفسه تذكره يدخل فيلم. يا ريت. طيب نروح بقى للافلام. مش عاوز اسالك السؤال المعتاد بتوقعاتك للمنافسه على الساعه الذهبيه او الافضل او الكلام ده كله، عاوز اخدها من منظور ايه اكتر فيلم فاجئك بشكل ايجابي وايه اكتر فيلم احبطك بشكل سلبي. يعني الموضوع مرتبط بان فيلم ما كانش عندك ليه توقعات على الاطلاق وفاجئك بقد ايه هو فعلا متميز، وفيلم كان عندك عليه امال عريضه والاحباط اللي فيه كان كبير قوي. طيب خليني اقول انه
التوقعات دايما فيها حد ادنى، بمعنى انه مسابقه مهرجان كان دي اكبر منصه في العالم اللي الناس بتموت نفسها وكبار المخرجين في العالم بيقدموا افلامهم وتترفض وكذا، فانت طبيعي انه دول منتخب مصر يعني 23 اختاروا منتخب العالم يعني ال 57 واحد اختاروا مصر. فالمفروض انه انت الطبيعي ان الفيلم اللي في مسابقه كان يبقى فيه حد ادنى من الجوده. غريب جدا انك تخش تلاقي فيلم رديء في المسابقه، ودي يعني شيء نادر الحدوث بس وارد. وارد يعني افتكر انه والسنه دي في افلام كتير مش على ذوقي، يعني في افلام كتير انا حاسس ان الفيلم انا مش قادر احبه، بس مقدر يعني شايف انه وراه جهد وانجاز خلاه موجود هنا. طبعا الاحباط الكبير اللي هو انت بالنسبه لك ما كانش احباط قوي، بس انا بالنسبه لي كان احباط كبير رغم ان انا توقعاتي ما كانتش عاليه عليه، هو ميجالوبوليس. يمكن يعني في انا عندي توقعات مخرجين تانيين ممكن الجمهور ما يعرفهمش، مخرجين من جنسيات مختلفه، بس الفيلم اللي كان الناس كلها مستنياه ومنتظراه هو فيلم كوبولا، هو اكتر فيلم كان عليه ضرب نار، يعني الناس لقيت تذاكر وفي ناس حتى كانوا موجودين وما عرفوش يلاقوا تذاكر. انا احتفظت باللحظه اللي جبت فيها التذكره، يعني كنت ناقص او مرقص يعني. والفيلم انتسيبيتد وبقى له 20 سنه بيجهزه، 120 مليون دولار وكاست قوي جدا وكذا. انا كتبت مقال عن الفيلم على موقع فاصلة، ومشكلتي فيه انه الفيلم عمال يتنقل يتنطط كده ما بين نوعين من الحالات. اللحظات اللي كوبولا فيه هو الطفل اللي بيحب السينما اللي مستعد يبيع جزء من ثروته عشان يعمل فيلم، ففي روح خفيفة ورغبة في انه يجرب اساليب سردية جديدة وطريفة، فدي لحظات ممتعة جدا في الفيلم. وفي لحظات اللي كوبولا بيتحول فيها الراجل عنده 85 سنه عايز ينقل لنا عصاره تجربته في الحياه ويحضرنا عن التاريخ وعن المعمار وعن السياسه وعن الغاء ديون الدول وعن الاناركيه والراسماليه وافكار كتير جدا اسحم من الفيلم يتحملها حتى لو مدته 3 ساعات. فما فيش ثبات في المستوى. وفي مقال كتب اظن كان في فرايتي او في ذا فيلم فيردكت حاجه من الاثنين مش فاكر، انه رغم انه كوبولا صمم انه يكون العرض الاول في الاي ماكس مش في القصر، وخلى المهرجان يجيب اتوبيس ينقل الصحفيين للسينما عشان يشوفوا ده اللي حصل فعلا في اول. انا ما روحتش، انا شفته هنا عادي، بس قال لك احنا اكتشفنا ان 60% من الفيلم كلوز اب شوتس ممكن نشوفها على شاشه تليفون، يعني في نسبه كبيره جدا من الفيلم، يعني الفيلم فيه حاجات انترستنج في فريمز فظيعه، بس هو الحقيقه فيجوالي لا كمجموع مش 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 مبهر، يعني يفرق ايه عن يعني اقل بكتير مثلا من اي فيلم من مارفل، وده منطقي وفقا للامكانيات وفقا لان هو واحد بينفذ الفيلم بقدراته الخاصه الماليه والتقنيه. بس هو عملها ببادجت فيلم مارفل على فكره 120 مليون 120 مليون برضو بادجت لا باس بيه يعني، بس في حاجات محبطه يعني. الفيلم بالنسبه لي هو فيلم هنساه يعني، في حاجات في كام جمله ميموربل، في كام جمله مباشره وساذجه جدا، في افكار نايف كده عامل زي افكار الاطفال ناحيه ان ازاي العالم هيبقى اجمل وكذا. انا سميتها شعريه بزياده. اوكي ممكن ممكن، بس مثلا انا فيلم سورنتينو مثلا اللي هو انت شويه ما حبيتوش، في ناس كتير ما حبوهوش، انا في التقييم بتاعه مجله سكرين انا كده الوحيد اللي اديته الدرجه النهائيه. انا بالنسبه لي ده الشعر، بمعنى ان انك كمخرج بتحاول ايه الشعر ايه القصيده ان هي مجموعه من المعاني مجموعه من التشبيهات بتحاول توصل بيها للجمال المطلق للكمال، والاساس فيها ان في روح عامه، في موسيقى داخليه للنص وفي ايقاع او موسيقى بيخلقها الايقاع الشعري. انا فيلم سورنتينو قرب كده، رغم انه ممكن يكون في حاجات ساذجه، في حاجات انا مش معجب بيها، في افكار غريبه زي فجاه الطفل المتضخم اللي موجود في الاوضه ده، بس في النهايه انا فاهم هو سورنتينو اللي هو فيلم بالمناسبه اسمه بارثينوبي اللي هو الاسم بارتينوبي انا عشان افتكر المطلع الاولاني افتكرته بارتي بتاع ارسنال كل شويه افتكر بتاع ارسنال عشان هم كانوا بيقولوا بارتي هو بيقولوا البنت بارتي اللي هو اسم مدينه نابولي القديم واسم واحده من السايرنز اللي هم الست جنيات اللي في الميثولوجيا الاغريقيه اللي هم جسمهم طائر ووشهم فتاه جميله اللي هم شبه النداهه عندنا اللي هم بينادوا للبحاره بصوت جميل فيقودوهم للهلاك. فهي في صوره كده عن تاريخ مدينه نابولي اللي هي المدينه المهمله في ايطاليا اللي مليانه جريمه وقبح وكذا، وفي نفس الوقت مليانه ثقافه وفن ومعمار وفنانين وطلع منها نجوم كتير، واللي هو بشكل ما بيربطها بالكوره سواء في الفيلم اللي فات هاند اوف جاد او في نهايه الفيلم الجديد. فانا ده مثلا فيلم من اللي انا حبيته رغم ان مش كل الناس حبوه، انا عارف انه وفي الاغلب مش هياخد جوائز لانه لما تبص على التعليقات العامه الزخم مش حواليه، الله اعلم من لجنه التحكيم كمان كلها ممثلين او نصها ممثلين، فبرضه ده بيخليك شويه عايز تعرف هيكون ذوقهم عامل ازاي.
بس سورنتينو اكيد كان في الرادار بقوه. انا عاوز حاجه كانت تحت الرادار شويه اوكي. في مخرج انا عارف انه هيبقى فيلم حلو بس مش كل الناس كانت تعرفه قوي، اللي هو شون بيكر. أوكي. شون بيكر شفت الفيلم النهارده الحمد لله. ايه رايك بقى؟ فظيع. حلقه عبثيه جباره ما حصلتش في الدنيا، اداء تمثيلي جبل الولد الروسي الصغير ده ما حصلش. هو بيقولوا عليه تيموثي شالامي روسي ودمه اخف منه. انت بتحب تيموثي شالامي؟ لا دمه تقيل بس هو في منه نفس الشعر. شويه بس هو في شويه حاجات ريدندنت يعني احنا في خناقه معينه اتخانقناها يجي 30 مره جوه الفيلم. ما هو بس هو اللطيف في الموضوع انه انت لما تسمع القصه هتتوقع مسار ما للشخصيات ومسار ما للاحداث. هو بشكل ما بيحصل بس بيحصل بطريقه مختلفه تماما عما متخيل. يعني مثلا بنت بتشتغل في فتاه ليل او يعني راقصه في ستريب كلب وقابلت دي الحكايه اظن يعني اي حد هيخش هتعرف. بتقابل شاب روسي واحد ولد عنده 21 سنه ويبدو اقرب للمراهقه، بيتفق معاها انهم يقضوا مع بعض فتره، بينتهي انه بيحبها او بيقول انه بيحبها وبيقرر يتجوزها. فعيلته اللي هي عيله اوليجاركي جدا روسيه ملياردير بيبعتوا رجالتهم عشان ينهوا الجوازه دي. انت بتسمع الحكايه دي بتتخيل حاجه من اثنين، اما تهديد وبلطجه وكذا او حاجه جاي ريتشي ستايل انه خف الدم. بس ان هو محافظ على ان في هيراركيات قوه، في ناس اقوى من الناس وفي امريكان وغير امريكان، وفي فقر وقوه، فقر وغنى، وفي الجنس مقابل الفلوس. هي البنت جميله وجذابه ودي اداتها اللي بتستخدمها في مقابل ان الواد معاه فلوس ودي الاداه اللي بيستخدمها. وفي ان كل الافراد العصابه دول هم مش حقيقة لما تفكر فيهم هم مش اشرار، هم ناس عايزين حياتهم تستمر، طلعت لهم مصيبه عايزين يحلوا المصيبه دي باقل خسائر ممكنه ومش عايزين ياذوا البنت ومش عايزين يعملوا حاجه، عايزين يخلصوا من الليله دي ويخلصوا يحافظوا على اكل عيشهم. بس الموقف بيترتب بطريقه ان تخلي الردات تتصادم والدراما تحصل. فهو المخرج، انا رايي ان هو مخرج شاطر جدا. انا بدات اتابعه، هو عنده افلام قبل كده بس انا ما بداتش، اول مره اسمع عنه لما عمل فيلم اسمه تانجرين، كان صوره بالكامل بكاميرا ايفون اس 5 وكان عن سكس وركر ترانسكشوال في امريكا. وبعدين عمل فيلم تاني كان هنا عرضناه في مهرجان القاهره وقتها اسمه فلوريدا بروجكت، مش عارف انت شفته ولا لا. عارف عن برضو عن واحده، بس فلوريدا بروجكت التون بتاعته مختلفه تماما عن الفيلم بس برضو عن يعني لو فرجت الفيلمين دول لواحد ما يعرفش من المخرج مش هيقول لك ده نفس الصوره. وبعدين عمل بعدهم فيلم اسمه ريد روكت اللي هو اول فيلم يشارك فينا في المسابقه من 3 سنين عن نجم بورنو معتزل. فهو عنده تيمة متكررة بتاعة الناس اللي بتشتغل في تجارة الجنس بس بيبص لهم بصورة مختلفة عن العالم كله بيبص لهم، مش بيبررهم أفعالهم بس بيتفهم الدوافع الإنسانية اللي وراها وبيتجاهل ده. يعني مش بيدخل في المعترك بتاع هو واحد اللي بيعملوه ده صح ولا غلط، هو بيقول إن دي شخصيات موجودة ووجودهم بيخلق دراما فخلينا نتفرج على الدراما دي عاملة إزاي. وفيلم لطيف جدا ووتي جدا، يعني فيلم ساعتين وتلت تقريبا، من الافلام يعني الناس هنا بتطلع. انت قلت برضو امبارح حاجه لطيفه، الناس في ناس كتير بتخش تشيك الفيلم تشوف ساعه منه وتروح تلحق عرض تاني. ده يمكن اقل فيلم كان فيه ووك اوت، اقل فيلم الناس طلعت منه كله مبسوط ومستمتع وبيضحك وكذا. يعني حتى اللي في النهايه شايف انه فيلم خفيف اخف من انه يكون في مسابقه مهرجان كان، ده مش رايي بس يعني حتى اللي رايه كده اكيد كمل الفيلم اكيد ما سابوش. لا ضحك كان فيه ضحك بصوت هو الفيلم، بس طبعا تحذير مهم قوي للي حابب هيدور على الفيلم ويتفرج عليه انه هو لا يعني ما لو شافوا الفيلم البرازيلي بتاع امبارح انا لسه ما شفتوش. لا لا قال عمله؟ لا 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 مش مقارنه ده بالنسبه له فيلم ديزني. طيب مع الوضع بقى في الاعتبار النقطه دي وده اخر سؤال خلاص عشان ما اطولش عليك اكتر من كده، ايه مرشحه للناس تتفرج عليه؟ مع الوضع انت اكيد فاهم انا قصدي ايه في حته الترشيح، ما بنرشحش الفيلم الافضل لانه ممكن ما يكونش شبه الذوق العام للناس اللي متعوده تتفرج على افلام في السينمات عادي بتذكره وكلام زي دوت، ايه الاقرب؟ ومش هنقول الامن بقى لدرجه ان هو يكون امن للمشاهده العائليه يعني، بس ايه اهدى شويه من غيره؟ والله بس انا ما عنديش اجابه لده، ان انا مش بفكر في الافلام بالمنطق ده. يعني انا ممكن اقول لك الافلام اللي انا حبيتها ممكن يكون فيها حاجه شويه ايدجي او حاجه مختلفه عن اللي الناس بتشوفها. هو صعب تلاقي حاجه مش ايدجي اصلا صح؟ ما هو اصل انت دي مسابقه اللي الناس فيها بتحاول تزق اصلا. يعني انا بعد ما سالتك السؤال انت شفت قد ايه هو صعب فعلا؟ هو ما فيش يعني ما هو اصلا انت اي دراما يعني اعبط فيلم شفناه ممكن يكون فيلم كروننبرج، ما هو برده مش سهل، مش سهل اطلاقا يعني. ان واحد لا هو اعبط فيلم اللي لسه خارجين منه دلوقتي ده، انت شايف ده شفته ولا؟ اللي هو اسمه بيتنج هارتس، فيلم فرنساوي وفيلم حلو معمول حلو جدا، بس انا بالنسبه لي يعني اقرب للمسلسلات. يعني انا شايف مسار الفيلم معمول حلو وفي فيلم ميكنج وفي تمثيل عن ولد وبنت بيتقابلوا هما في المدرسه، الولد عنيف جدا ويبدو ان هو يعني اجريسيف اي دي اتش دي ان واي، والبنت حالمه
وبعدين هو بيتورط في جريمه فبيدخل السجن فبيطلع وهي عندها حياه مستقره وهو بيدور عليها. فعامل زي المسلسلات. اللطيف فيه انه في فيلم ميكنج قوي في طريقه لتنفيذ المشاهد مختلفه. بس انا بالنسبه لي حاسس انه قصه رومانسيه ديجافو يعني شهدت من قبل. حلو الكلام. لكن انا 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 بما اني بقيم الافلام انا اعلى درجه اديتها لبارتينوبي ولانورا الفيلمين اللي احنا اتكلمنا عنهم. وبعدين اديت كمان 3 نجمات من 4 اللي هي الدرجه اللي بعدهم لفيلم لانتيموس اللي هو برده ما فيش حاجه سهله للمشاهده. بس يعني يمكن ده اسهل من بور ثينجز. لا اسهل من بور ثينجز. المشاهد اللي فيها عابره شويه ممكن. بس هو في شويه حاجات جوري شويتين. لا جوري روح بقى للسبستنس ده اكتر. لا فيلم انا اكتر انا خفت منه رغم ان انا نسيت الفيلم ده انا حبيته كمان. ما الكلام كله ايجابي من الجميع عليه. بس انا عشان انتوا كلكم حذرتوني من اللي بيحصل في نهايته فانا مش لا عليا من ده بايه يا عم مش عاوز يعني. فيلم لانتيموس ده اول فيلم انا شفته. فطبعا انا ما كنتش لسه دخلت في الفورمه بتاعت المهرجان قوي. فبالنسبه لي كان فيلم صادم حتى لما اتكلمت عنه في الفلوج قلت عليه فيلم صادم. طبعا لو كنت شفته بعد اللي شفته ده كله ده فيلم لطيف قوي. ده فيلم في الخفيف جدا يعني. لا هو كمان فيلم ماينر. انت دايما المخرجين الكبار يقول لك ايه ان هم بيبقوا يشتغلوا دايما على مشروعين مشروع ميجر ومشروع ماينر. يس. فهو في الاغلب انه كان شكل الفريق ده عشان يعمل بور ثينجز وفي الجنب كده وانا بعمل بور ثينجز خلينا نعمل الفيلم الصغير ده انا بتكلم عليه. يعني حسيت ان الفيلم دوت اللي هو 1 فور يو 1 فور مي وهم صوروا مع بعض ده. بالمناسبه يعني هو يعني اللي سمعت ان هم 3 طارق قال لي ان هم مصورين 3 ما اعرفش بقى ما اعرفش معلومه. بس هو المهم ان هو الفيلم ده كان بيتمنتج ولسه بور ثينجز بيتعرض. فهو يعني مش جابهم يصوروا تاني. هو رحنا احنا مع بعض فرقه يلا بينا نصور بقى قد ما نقدر. ودي قوه حلوه برضو انك تخطب. بس كمان انت مش جايب ممثلين مبتدئين. انت جايب نجوم وويليام دافو اما ستون وفيلم دافو واسمه ايه ده بنسى اسمه اللي هو فيليب سيمور هوفمان الجديد جوزيف كليمنز. جوزيف كليمنز ما كانش في بور ثينجز. لا ما كانش بور ثينجز بس هو بطل الفيلم هنا. بس صح مش هو شكل يعني هو مستقبله هيبقى في عارف زمان كانوا بيقولوا عليه مد من التخين. هو دلوقتي مبقاش تخين. هو دلوقتي راجع خس تاني. وفعلا في من مد من خصوصا في الحكايه الثانيه. بس صحيح. انا بحس انه لا اداؤه اقرب لسيمور هوفمان. لا بس انا شايف ان الفرق كبير. فيلم سيمور هوفمان كان عظيم. ممثل من الذين ما بقولك لما يكبر بقى في المستقبل على الله يحصل له نفس اللي حصل. قشطه يا دود خدنا من وقتك كتير حبيبي. والله مبسوط ان انت هنا ومبسوط بهذا الحوار. وان شاء الله السنين الجايه بقى ربنا يطلع لنا عاده ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله.